الهاتف. السيدة فاتحة باشا عضو بالعضو المكتب أولياء جمعية أولياء التلاميذ. أهلا بك سيدة فاتحة باشا. أيضا أنتم تمثلون أولياء التلاميذ، ما ردكم على إضراب الكنابيس رغم دعوة وزارة التربية إلى طاولة الحوار والتصعيد الذي سيكون يوم 20 و21 من فبراير الجاري؟ والله يعني مساء الخير، ومساء الخير للضيف مساء الخير. الكريم سيدة باشا، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ. نعم إذا والله أمام أمور مثل هذه نحن كأولياء ما عسنا نفعل، يعني نبقى نتفرج ونصفق ونقول جيد جدا لكل الطرفين. نعم نحن مع الحوار. اليوم الذي مضت فيه الوزارة الوصية، الوزارة مع النقابات مع الشركاء الاجتماعيين، امروا على اخلاقيات، يعني احترام، يعني اخلاقيات المهنه، يعني ميثاق احترام المهنه. اذا اليوم عندما نتحدثوا ونسمع نقابات ممثلين بعض النقابات يقولوا ان الوزاره لم تحترم الحوار، اذا لجوغ وين مضينا وكنا في قاعه واحده وصفقنا بعضنا وهنأنا بعضنا أننا يد في اليد نريد مدرسة كما كان مقدس لحمايته، ونريد لأبنائنا الأبرياء يعني أن تكون عندهم استقرارية، يعني استقرار وأمن وهدوء. اليوم نشوفه يا للأسف يعني هذاك الميثاق يعني كأنه لم يكن. إذا نحن كأولياء اليوم عندما نشوفه كل هذه التصرفات، وعندما نشوفه ولاية بليدة ثلاث شهور التلاميذ تاعنا واليوم خرجوا، يا للاسف ونقول يا للاسف كجمعيه وطنيه لاولياء التلاميذ، ابنائنا يخرجون للشارع ولكن اليوم نورمالمون راهم في الفروض، راهم مقاعد الدراسه، ويا للاسف بجايه يعني الشيء اللي وقع تم يعني والحمد لله صرحت به السيده معالي الوزيره، وحنا نثمنوا الشيء لكل الاجراءات اللي راهي تقدموا الوزاره الوصيه تاعنا، وحنا كلنا يعني كلنا يعني بكل جروحنا كأولياء رانا نتسناو والاستراتيجيه اللي وقعت عليها اللي قامت بها السيده معالي الوزيره. سيده فاتحه باشا، فقط كلكم كنائبه رئيس جمعيه الوطنيه لاولياء التلاميذ. اختي الكريمه، نعم سيده فاتحه باشا، فقط هل تقدمتم باقتراحات الى الوزاره الوصيه فيما يخص مصير التلاميذ اليوم، خاصه تلاميذ النهائي؟ شوفي اختي الكريمه، من يوم اللي سمعنا انطلاق الإضراب وحنا صدقيني أختي الكريمة كلنا سعي بكل اجتهاد، سعي بكل حكمة لربط الحوار، كنا ننسقوا وقمنا باقتراحات للسيدة معالي الوزيرة، وعملنا حتى اون في دي كومونيكي اوسي في الجرائد في كل الميادين. أما اليوم عندما نشوفوا تفاقم حجم هذا الإضراب، احنا ما راناش ضد الإضراب، ولكن عندما يكون مشروع قانونيا ما يمس أبرياء، ما يمس ديمينار قصر اللي راهم في عود يكونوا فيما راهم في أماكن الدراسة. نعم. يا للأسف، ونقولها ونعاودها أختي الكريمة بصوت أم، أولا كأم للابن، الأبناء نتاعي راهم أنا نقول عليهم اليوم راهم متشردون، لأن في عود راهم في أماكن الدراسة راهم يعودوا للبيت أو حتى ما يعودوش البدء يروحوا. نعم، اتضحت الفكرة سيدة فاتحة باشا، شكرا جزيلا لك. نمر الآن إلى اتصال